تصور لو أن إنسانا مسح في السفر، مسح في السفر الساعة 3 عصرا يوم الجمعة، قدم الساعة 1 ظهرا يوم السبت، يستمر به المسح إلى الساعة 3 عصرا. تصور لو أنه لم يقدم يوم السبت، قدم يوم الأحد مع أنه مسح في السفر، نقول انتهى الوقت، بما أنك وصلت إلى الإقامة انتهى وقت الإقامة. إذا سافرت وأنت مسحت في الإقامة وما زلت في السفر لك مدة المسح في السفر.